لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تطور غير منتظرة، المغرب يوجه أول ضربة لإسبانيا بعد استقبالها لزعيم البوليزاريو إبراهيم غالي. عاجلة، ناصر بوريطة يفجرها في وجه إسبانيا ويهددها بقطع العلاقات. وزير خارجي الأمريكي كشف سرا لبوريطة بشأن بايدن والصحراء المغربية، شاهد التفاصيل. تتجه العلاقات المغربية الإسبانية إلى مزيد من التوتر بسبب استمرار إسبانيا في استقبال إبراهيم غالي زعيم جبهة بوليساريو وعدم تعاطيها الإيجابي مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضده من طرف ضحايا تعذيب واغتصاب حسب ما أعلنوا عنه في فيديوهات بثوها على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى الدولة الإسبانية لتنصفهم بتقديم غالي للقضاء. وخلافا لما كانت تتوقعه وزيرة الخارجية الإسبانية غونزاليس لايا أن استقبال إبراهيم غالي لن يؤثر على العلاقات المتميزة لبلادها مع المغرب، فقد تم إلغاء لقاءات وزارية كانت مبرمجة نهاية أبريل الجاري في إطار الاستعدادات لعقد القمة رفيعة المستوى. وحسب ما نشره موقع القصر الرئاسي الإسباني أمس الخميس 29 أبريل، فلم تتم جدولة لقاءين كان مقررين يومي 28 و 29 أبريل. ألغيت محادثة بين وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي ونظيرته الإسبانية إيزابيل سيلا كما كان المقررين من قبل. أما الاجتماع الافتراضي الثاني الذي سقط من جدول أعمال الحكومة الإسبانية تزامنا مع استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو، فهو الذي كان مقررا أمس الخميس بين رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني والنائب الرابع لرئيس الحكومة الإسبانية وزير التحول البيئي تيريزا. وكانت وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريسا قد كشفت في 16 أبريل الجاري عن استعدادات الحكومة الإسبانية لعقد القمة رفيعة المستوى مع المغرب من خلال تخطيط 6 وزراء إسبان لإجراء اتصالات مع نظرائهم المغاربة في الأيام والأسابيع المقبلة. ستشمل وزارة الفلاحة، التعليم، الداخلية، الثقافة، الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والنقل. في حين أن الأسبوع الموالي تضيف المصادر نفسها ستكون اتصالات مجدولة مع وزير التعليم إيزابيل سيلا والنائب الرابع للرئيس ووزير التحول البيئي تيريزا في 28 و 29 أبريل على التوالي. كما يرتقب أن يجتمع وزير الفلاحة لويسا مع نظيره المغربي عزيز أخنوشة في 5 مايو المقبلة حسب الجدول الزمني المقرر، إضافة إلى اجتماع مغلق لوزير الثقافة خوسيه مانويل رودريغيز مع نظيره المغربي عثمان الفردوس ورئيس مؤسسة المتحف الوطنية في موعد لم يتم تحديده بعد. ويأتي هذا الإلغاء لهذه اللقاءات بعد أيام قليلة من تصريح وزيرة خارجية إسبانيا غونزاليس لايا الجمعة 23 أبريل الجاري على أن العلاقة مع الرباط لن تتأثر بحقيقة استقبال زعيم البوليساريو في مستشفى إسباني حسب ما نقلته الصحيفة، مؤكدة على أن إبراهيم غالي تم استقباله لأسباب إنسانية بحتة من أجل الحصول على رعاية طبية. خص رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية إيفي بحوار خصص الحيز الأكبر منه للحديث عن الأزمة التي تعصف بالعلاقات المغربية الإسبانية حاليا بعد القرار الإسباني المفاجئ القاضي باستقبال إبراهيم غالي على أراضيها بهوية مزورة تجنبا لمتابعته قضائيا. تصريحات بوريطة كانت حازمة وأظهرت مدى الغضب المغربي وكذا تركت إشارات غير مشفرة بكون الرباط لن تمرر الأمر بسهولة وأنها مستعدة لتصعيد ضد إسبانيا حتى وإن وصل الأمر إلى قطع العلاقات بين البلدين. وقال الوزير المغربي أن المغرب لا زال ينتظر لحدوث الساعة ردا شافيا ومقنعا من السلطات الإسبانية بخصوص الأسباب التي جعلت مدريد تستقبل إبراهيم غالي على أراضيها وبطريقة احتيالية وكذا سبب عدم إبلاغ المملكة بذلك بشكل مسبق في إطار التنسيق الثنائي الذي يربطهما دائما. وختم بوريطة حديثه بتساؤل يحمل نبرة تهديدية واضحة حيث قال: هل تريد إسبانيا تضحية بعلاقاتها مع المغرب من أجل إبراهيم غالي؟ وهو ما يفهم من أن كل الخيارات المطروحة حاليا للرد على الموقف الاستفزازي للحكومة الإسبانية والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب أعداء المملكة المغربية. نقل موقع أمريكي عن مصدران مطلعان أن وزير خارجي الأمريكي توني بلينكين أخبر وزير خارجي المغربي ناصر بوريطة خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما زوال اليوم الجمعة أن رئيس جو بايدن
لن يتخلى عن الاعتراف بمغربية الصحراء على الأقل في الوقت الحالي. وأشار الموقع الأمريكي أن الاعتراف بمغربية الصحراء كان تكريسا علنيا للسياسة الأمريكية استمرت لعقود فيما يتعلق بالمنطقة المتنازع عليها، وكان جزءا من صفقة أوسع تضمنت تجديد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. وسلط الموقع أيضا الضوء على مخاوف الرباط من تراجع إدارة جو بايدن عن الاعتراف بمغربية الصحراء بمجرد توليه السلطة خلف لدونالد ترامب الذي أصدر مرسوما رئاسيا يعترف من خلاله بمغربية الصحراء ودعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو ما أصبح قرارا رسميا تم نشره في السجل الفيدرالي الذي يعد بمثابة الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأبرز الموقع الأمريكي أن إسرائيل عبرت أكثر من مرة عن قلقها من عكس سياسة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والذي بإمكان مثل هذا القرار أن يضر بعملية تطبيع مع المغرب. يأتي ذلك في وقت عرفت فيه العلاقة بين الرباط وواشنطن نوعا من الترقب، حيث لم يكن هناك أي اتصال تقريبا بين إدارة بايدن والحكومة المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإدارة الجديدة قبل أن يبدأ الواقع في هذا التحلل خلال 10 أيام الماضية، بعد أن تحدث منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماركوغ إلى وزير خارجي المغربي ناصر بوريطة، وأعطاه الانطباع بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن الصحراء، قبل أن تأتي مكالمة وزير خارجية توني بلينكين ليؤكد ذلك. وتأتي أهمية الموقف الأمريكي بحكم أنه الأول لدولة غربية كبرى تملك الحق الفيتو داخل مجلس الأمن، حيث أن الاعتراف الأمريكي بشكل صالح بمغربية الصحراء يعد اختراق كبير للدبلوماسية المغربية وسط تشبعات نفوذ المعقد داخل البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية. وحسب المصدر ذاته فإن القرار الذي أبلغه بلينكين لوزير خارجية المغربي ناصر بوريطة جاء بعد أن تم تداول ملف الصحراء على نطاق واسع من قبل كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طيلة الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما أفرز قرار عدم التراجع عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من طرف إدارة بايدن على الأقل في الوقت الحالي. نشكركم على حسن المتابعة.